السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم معايا البنات في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم تشكيله جديده من الفساتين للمحجبات، فساتين ديال العيد وكذلك لفصل الربيع. فغتشوفوا معايا كذلك تنسيقات جديده بالنسبه للمحجبات. كاين كذلك فساتين كيف ما كتشوفوا معايا تركيا، كيجيو هيدا واسعين الفصاله ديالهم على الكمام كيف ما كتشاهدوا معايا. يمكن لكم تلبسوهم بالحزام كذلك، كل وحده الاختيارات ديالها. كاين هذا الفستان هذا كذلك توا كيجي بالحزام، كيجي طويل فيهم هذا اللون وكذلك فيه البيج. هتشوفوا معايا في تتمه الفيديو كيف ما كتشاهدوا هنايا البنات، نفس الموديل انما اللون اللي مختلف. نسقت مع هنايا نفس اللون ديال الفولار. كاين كذلك هذا الموديل هذا ديال الفستان كيجي بالحزام، الفصالة ديالو مختلفة على اللي شفنا في مقدمة الفيديو. كذلك كاين هذا الموديل هذا تاهو الثوب ديالو مختلف، كيجي هيدا طايح ومزيون. كاين كذلك هذا الموديل هذا فيه غوز فوشيا مع الغوز مفتوح وكذلك الأبيض، كيجي هيدا عفوا الزضيفات نص طوق. ومن التحت كيجي هيدا واسع وكلوش فيهم هاد الاخضر والزيتي. نسقط مع هنايا فولار في الابيض، كذلك كاين فيهم هاد اللون كيف ما كتشاهدوا معايا الكري مع الاسود والابيض. كاين هذا الموديل ديال لي شوميس كيف ما كتشاهدوا معايا كيفاش كيجيو في الظهر، التويبات ديالهم مختلفين، التصميم ديالهم مختلف وكيجيو هيدا الصراوه شويه قصارين. بالنسبه للموديل كيجي سبور كيف ما كتشاهدوا معايا. وكاين هاد العبايات هادو ديال العيد فيهم هاد البيج مفتوح بلو مارين، نسقت معاها كذلك نفس اللون ديال الفولار. كاين هذا الموديل هذا اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو، فستان كيجي هيدا دو بياس اولا السروال الفوقاني ديالو كيبان على شكل فستان، والفوقاني كيجي هيدا بفتيحه على واحد الجهه ديال الرجل بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا البنات. بالنسبه للعبايات كاين كذلك الاسود والابيض، كيجيو مزيونين في اللبسه البنات. نسقط معاه نفس اللون ديال الشال وكذلك الاحذيه بالصاك. هنايا حبيباتي كيف ما كتشوفوا كاين هذا الموديل رائع من الفستان، كيجي هيدا بالفصاله ديالو مزيونه وكذلك الموف كيجي رائع في اللبسه ديالو. وبالنسبه الموديل اللي كتشاهدوه معايا البنات في الفيديو حتى هو فستان اللي كيجي كلاس في اللبسه، فيه الابيض والاسود كيجي بالحزام، بالنسبه للصدر كيجي في اللون الابيض، زضيفات نص طوق كيف ما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للموديل اللي كتشوفوا معايا هنايا في الغوز بيبي حتى هو موديل مختلف تماما على اللي شفنا قبل التصميم ديالهم. كنحاول انني نجيب لكم دائما الجديد. وهنايا كيف ما كتشوفوا هنايا البنات موديل جديد من فستان ديال المناسبات، كيجي هيدا بنبت على الدوره ديال الكول وكذلك الدوره ديالكم. بالنسبه للموديل اللي كتشوفوه في الزيتي حتى هو موديل جديد كاملين على الموضه البنات. هاد الموديلات هادو لهاد التشكيله اللي جبت لكم اليوم الاغلبيه منهم فيهم الفساتين. كاين هاد الفستان الرائع حتى هو الثوب ديالو كيجي طايح ومزيون لا بالنسبه للون ولا بالنسبه للتصميم. كاين فستان في اللون الاسود كيجي هيدا الفصاله ديالو على الكتاف، كذلك حتى هو كيجي قصير وشويه كيجي بالحزام. بالنسبه لهذا الموديل حتى هو كيجي بالحزام، اغلبيه البنات كيف ما كتشاهدوا هنايا الموديلات كاملين كيجيو بالحزام باش كيعطيهم هيدا جماليه اكثر الفستان باش كيبان. كيف ما كتشوفوا هنايا حتى هو كيجي الفصاله ديالو على الكتاف مزيون في اللبسه وكيجي شويه قصير. كاين هاد الشوميز اللي كتشاهدوه معايا البنات في الفيديو مع السروال كيجي في البيج
والفوقاني كيفما كتشوفوا البنات الموديلات كيجيو رائعين في اللبسه للمحجبات المحتشمات وكذلك اللي كيبغيو الاناقه. فهاد الموديلات هادو كاملين للمحجبات. وهنا يا حبيباتي نبغي انني نذكركم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل فيديو وفعلوا جرس الكل. وكيفما كتشوفوا هنايا تصاميم جديده وراقيه لغير المحجبات وكذلك للمحجبات اللي كيبغيو هذا ستايل هذا كيجي راقي في اللبسه وكيجي كلاس كيفما كتشاهدوا معايا الوينات لي طوندونس لي دارجين على الموضه حاليا وكذلك التنسيقات. وما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم باش حتى هما ياخذوا افكار على لي دارج على الموضه حاليا بالنسبه لموسم سنه 2024. مع السلامه حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.